نروح نتخبى منه، من القصف ولا من ايش. فطول حياتنا بائس ومش عارفين كيف نقعد، كيف احنا نعيش، كيف جاوبونا. جبته كان صغير وربيته، فجبته عشان يتخبى من القصف عشان ما يموتش، يعني كثير انا بحبه. حالات طبعا، حالات كلها هي عندنا 5 أيام مش بلاقيين ناكل ولا نشرب مية ولا عارفين وين نروح ولا وين نيجي، ولا الأطفال مكومين عندنا مشتتين. يا عم ما بينفعش هذا العمل. عم جاوبونا.